بلد من 4 سنين كلنا عايشينها، معاش مدة بعيدة يعني، لا كان في كهرباء عشان نقول لحضرتك نعمل مصانع، ولا كان في غاز عشان نفس الحكاية، كانش معانا فلوس نعمل ترقيب للغاز، الطرق بنت حضرتك عشان تيجي من مصر لأي محافظة أخرى وبالذات صعيد مصر كنا بنشوف العذاب كله. المدن السكنية الجديدة اللي بتتم تقريبا ان كل محافظة لها مدينة سكنية لحد ما يتم ان شاء الله يعني التخطيط العمراني الجديد عشان نقدر ان احنا المحافظات اللي ملهاش ظهير صحراوي يبقى لها برضو مدينة جديدة اخرى، كل ده اتاخد في 4 سنين اللي فاتت. بس كان حضراتكم هنا وانا يعني عشان بس وجودي في اتحاد الصناعات، انا عارف طبعا الصناعة الاساسية بتاعتكم بتكمل مشاكل ولسه في بعض المشاكل اللي بنشوفها، لكن بدون قرار التعويم كان استحالة ان صناعتنا تعيش، كانت استحالة ان البلد تكمل، لانه اساس الاصلاح كان هيبقى غلط. حضرتك بتدعم حاجة على حساب حاجة، وفي الواقع كنت بتدعم المستورد على حساب المنتج المحلي، وده اللي كان بيحصل فعلا. هنفضل نستمر كده حتى عشان انا خايف اخد القرار، السيد الرئيس ما خافش ياخد القرار. القرار ده السابقين واعترف بيها الدكتور يوسف بطرس غالي في حديث عمله من حوالي سنه او سنتين. انا يعني انا بس عشان ما اخدش كلام على لساني، ولكن قال كان لازم ناخد القرار زمان، لكن احنا ما كانتش في الاراده السياسيه انه ياخد القرار ده. خده الرئيس عبد الفتاح السيسي عشان فعلا يحط البلد على الطريق السليم ان احنا نبتدي بيه. طب ايه اللي خلانا برضو نكمل؟ حضراتكم واغلب دمياط انا عارف بتشتغل في الصناعه او في الزراعه وغيرها، قانون التراخيص الصناعيه اللي قللنا مده بدل سنتين حضرتك تطلع رخصتك في خلال اسبوع، وهتبان لكم في المدينه الصناعيه الجديده والاخرى. لكن انا من هنا طلبت من السيد المحافظ ان شاء الله انه تكملة لمسيرة الانتاج احنا هننتظر منه فندم ان شاء الله بتخصيص فدان ارض بجنب كل قرية لانشاء حضانة صغيرة وورش صغيرة للشباب يقدروا يبتدوا فيها حياتهم من جديد، ورشة مرخصة عنده كهربته عنده الغاز بتاعه، ما فيش حد هيقول له انت بتعمل، ان احنا يهمنا ان يطلع جيل جديد من الصناع، يطلع جيل جديد من المبتكرين اللي حضراتكم هنا ما شاء الله بتصدروا للعالم كله يعني. وانا سعيد طبعا ان انا قاعد في مدينه صناعيه، لان يعني ده يعني في تقارب شديد ما بيننا في الـ في الـ في الحوار. لكن القرارات دي برضه ما كانتش هتتاخد لولا دعم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي امر تاني ان احنا لازم نشتغل كلنا وكل الافكار الجديده، ازاي ان انا الاقي رواد اعمال جداد؟ ازاي ان انا الاقي ان الشباب هم رجال اعمال جداد؟ نخلق جيل جديد اصلا يقدر يشتغل. بناتنا اللي في القرى يقدروا يلاقوا فرصه عمل في مصانع جنب القريه بدل ما تضطر تسافر او تروح. النموذج ده انا بكلم حضراتكم على نموذج موجود على الارض فعلا، تم تنفيذه في الشهر الماضي وبدانا في مرحله تنفيذه على مستوى القرى. ان شاء الله يا رب في خلال 4 سنوات نلاقيه بيعم مصر كلها بالكامل.